السلام عليكم، اسمي سيد المؤسسة. السلام عليكم خويا خالد، كيداير لاباس عليك؟ بخير هاني. سميت المدرسة سميتها صلاح الدين الايوبي. دابا ولدي كيقرا فيها هذاك العام وهذا العام، عنده المستوى السادس. جينا امتى كانت المدرسة؟ نهار 5 في شهر 9. من 5 في شهر 9 وحنا كنجيو يوميا، كنجيو كيتلقى لينا بعد المدير. حنا ما عمرنا شناه المدير، شاد جوج مدارس، شاد هاد المدرسة وشاد المدرسة ديال الوحدة. حنا كل نهار كنجيو كنجيبو، جيبوا الدراري. حنا خويا بغيناهم يديروا معنا شي حل المدة ديال 20 يوم، حنا كنمشيو كنجيو. حيدوا الدراري، حنا الدراري شي دايرين على قبلكم. ايوا صافي سيدي، دابا حنا مقبيله، حنا حتى قلنا لهم غادي نجيبوا الصحافه وغادي نديروا غنمشيو للنيابه وغنوضوا الفوضى، حيت من حقنا وليداتنا وعندهم المستوى السادس، يعني عندهم الامتحان، راه ضروري خاصنا نديروا شي حل، الخامس والسادس ما عندهمش. دابا حاليا الوقت اللي وقفتي نتايا دخل واحد الاستاذ واستاذه ما عمرنا شناهم، قال لك حنا اللي غادي نقريو وليداتكم. المهم انا غادي نقري، قال لك الخامس، والاخرى غادي تقري السادس، والسادة الاخرى حتى الوحده ونص عاد باش تجيبوه. المهم حنا كنتمناو يكون هذا الشيء بالصح، ولكن كنتمناو هذا الشيء ما يتكررش، راه حيت وليداتنا كيضيعوا. دابا انا بحاليا الامنيه ديالي نشوف ولدي هاز كتاب، بقيت بغيت والو، بغيت نشوف وليدات الدراري، حيت ولادنا غيتشردوا. خويا خالد واخويا باش غنشرو الادوات، باقي ما عطاهمش الوراق، واقيلا ما غتلحق علينا الوقت ديال الادوات، واقيلا ما غنلقاوش المكاتب، ما غنلقاهم سدوا ولا ما عندهمش الادوات. واش كاين اخويا خالد ولا ما كايناش؟ شحال من مره طرات وكنتمناو يديروا معنا شي حل وشوفوا هاد الوليدات يقراو. وبالنسبه شوف شحال ديال الوليدات كاينين عرام جايبين لهم استاذ واحد. واش استاذ واحد غادي يقري تبارك الله ثلاثه الاقسام ولا جوج اقسام؟ انا قلت مو حالش، بزاف هنيونا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم خويا خالد نشوفوا الدراري بعدا كاين هما كيتغاوتوا ولاو باغيين يقراو صحه ولاو باغيين انت غيضاربوا الدراري.